عندك ليه؟ هانتوما دابا غادي نديكم هنايا دوز الطفولة ديالي انا. علاش جيت هاد النهار هنا؟ حيت غادي نبدل المحتوى ديال القناة ديالي ان شاء الله. غادي نبدل المحتوى ديال القناة ديالي ان شاء الله. شتي هكا كتشديني غير انا. وبغيت نوريكم فين دوز الطفولة ديالي انا، لعبت هنايا الصراحة الله. والمهم هنا قريت المدارس، انا غادي نديكم المدارس فين قريت، و الجامع هنا قريت في المسجد. عرفتي شحال لعبت هنا صراحة الله. شحال في السراحة ديالنا هي هادي، هاي هنا كنلعبو الريوالة. هادي هي الطريق، هادي هي الطريق من كندوزو. هادو اللي كيجيو من هنا اللي ساكنين في هاد الجهة هادي كيدوزو من هنا، هادي هي الطريق ويمشيو للمدرسة. جي وريهم الطريق. هادا مياه هنايا، هي لتحت ولتحت، هادي هنايا. وهاد الشجرة، هاد الزيتونة، هادي ماشي زيتونة، هاديك ديال البر. وتحت هاد الشجرة هادي ديال البر شحال لعبنا تحت منها صراحة الله. هنايا فاش كنشوف أي قنت عندي ذكريات زوينة فيها الصراحة الله. وهنايا كيكون هنا دائما الظل، كنجلسو تا كتوصل الوقيتة ديال المدرسة، ملي كيعطيونا نص ساعة ولا هنايا. كيوريوني القبور صراحة الله. زعما الدنيا هادي هنايا دوزت أحسن أيام صغري. هنايا كاينين القبور، يا ربي تسمح لنا. المهم ما دايرين لهمش داك، ما دايرين لهمش داك الصور هكا ولا. هذا السكوم شحال حيدنا منه، شوف شحال تبارك الله. هنايا اللي بغى يحيدو راه كاين هنايا بزاف. ها هو وهنا قرينا انا والاخت ديالي فاتحة. او قريت التحضيري والثاني والثالث ورحلنا. مدرسة ديالي ديال الطفولة. ما كانش فيها الماء، عدروا فيها الماء. تقدموا. هنا قرات التحضيري والثاني. تم تجهيز هذه المدرسة بالطاقة الشمسية من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار برنامج تعويضي طوعي للكربون سنة 2018. ما كانش فيها الطاقة الشمسية، كانت عندنا هنا في قسم واحد كيقريو التحضيري والثاني، وهنا الثالث والرابع. غادي نطل باش نتفكر أيام الدراسة ديالي. هذه هي المدرسة اللي قريت فيها الثالث، هنا كيقريو الثالث والرابع. كنت في الطاولة الثالثة نقرا. شنو كاتبين؟ راني طويلة، راني طويلة. سارة، صار ولا شنو هي ديك؟ شنو هي؟ بصير، مسار، صور. قراءة مشتركة، قلمي
يا قلمي بك أخطط وأكتب وأرسم، وبك كلماتي وحكايتي وأفكاري تلتئم. شنو غنعاود؟ ربي دابا حنا واش كنصورو ولا هازين؟ هزو هاد القرعة، هزو فيا ديك القرعة. هادو هنا دايرين لهم الما فين كيغسلو يديهم. المهم هادشي ما كانش فاش كنت انا كنقرا هنايا. ايوا هذه هي السراحه ديالنا. هنا كنا كنلعبوا، شتو احسن سراحه. دابا غادي نمشيو نوريكم ديال العربيه، مدرسة العربية رابت مسكينة. لا هذه هي الطريق المختصره فاش كنمشيو للمدرسه الاخرى، ولكن اللي بغى زعما كاين يدوز من الطريق الاخرى. فاش وريتكم يعني فاش فين كنا كنلعبوا تحت ديك الشجره، احدى داك الجامع كاين شانطي كيطلع نيشان، وانا بغيت نجي من هنا باش ما نضيعش الوقت، والناس تما كاين اصلا ما يصلح ليش نصور. صافي داك الجامع قريت فيه يعني المسيد، يعني كنت قريت تما كاين الله يرحمه داك الفقيه اللي كان كيقرينا، كنا مشاغبين كنخليوه مسكين يمشي حيت مراتو كان عندها الشوف ناقص مسكينه، كيمشي يدير لها العطريه هكا فاش كتقشر الخضره، وكنخليوه يمشي وحنا كنهربو كنهربو ونتخبعو تحت واحد جايه بحال القنطره، كنتخبعو تحت منها وتا كنسمعوه مسكين طالع فوق ديك القنطره بالعكاز كي طالع باش يقلب علينا ولا يتشكل والدينا. ولكني كناكلو سلخ هاد العصا لغدي فاش كنجيو نقراو، علاش كنهربو؟ حتى واحد ما كان كيبغي يقرا في صغرو. ايوا ما نطلعوش من داك الجبل. ايوا كما كتشوفوا هذه هي الطريق باش كيجي الاستاذ للمدرسه ديال العربيه، وساكنين هنا دايرين لهم بيت كيباتوا فيه بجوج بيهم، استاذ العربيه واستاذ ديال التحضيري، استاذ العربيه ديال الثالث وديال الرابع فهمتوا، والاستاذ ديال التحضيري وديال الثاني. ايوا هذا مكان دي الطريق. وغادي نقول لكم اليوم واحد الحاجه غتموتوا عليا بالضحك، فاش كنت في التحضيري كنت كسوله، وكنت انا هي الزعيمه ديال القسم. انا هي الزعيمه ديال القسم، كنطلع ملي كنجيو يعني للمدرسه في الصباح كنطلع كناخذ البواني من الاستاذ ونهبط، وانا اللي نحضي التلاميذ باش ما يديروش الصداع، ولا مشى تطلع شي واحد ودا البواني ديال الباب باش يحل، يا ويلو معايا داك النهار. ايوا ملي كيجي الاستاذ كيبرد لهم الغدا ديال الدراري، كيلقاني ما حافظاش كيعطيني قطلات العصا كيتشفاو فيا كيما بغا. هذا كان المرحاض وديال هذا القسم وديال الاستاذ. صراحة الله ذكريات والله العظيم في هاد البلايص، شتي مدة طويلة ما جيتش لهنايا. طاح مسكين هذا القسم هذا، المهم كان كيقري فيه جوج اقسام، طاح والله الا طاح كامل الباب ديالو محلوله.
الله الا طايح مسكين كاع حق الله. والذكريات، القسم اللي قريت فيه، العربية الثالث، العربية، وهذا البيت ديال الأساسيد فين كانوا كيباتوا حيت ما كانوش كيمشيو لديورهم، داروا فيه الطاولات وداروا فيه الطاولات يمكن كانوا كيقريو فيه. صافي، هذه هي الساحة، هاد العالم هذا. هنايا كانوا ساكنين هاد السكان هادو اللي كانوا كيخدموا في داك الوزين ديال الضو، كان كاينين شي 7 ديال الديور هنا على شكل فيلا. زوينين الصراحه، الله تا هما صافي تخربوا يعني، ما بقاش مده طويله منين خرجنا احنا من هنايا، وقاش سكن فيهم حتى شي واحد. واليوم جيت نعرفكم على المنطقة وعلاش سميت القناة ديالي عين الوالي، لأن هنا خلاقيت وهنا كبرت وهنا قريت، يعني عندي ذكريات في أي بلاصة، وكتعجبني هاد البلاصة، وكنتمنى يعني يجيو ليها الناس يخيمو. راه كاين بحال دابا ديك السخونة اللي مشينا ليها زوينة، راه معروفة هاديك، غير هاد عين والي هادي الاصليه اللي غادي نمشيو ليها راه بزاف اللي ما كيعرفهاش. يعني انا بغيت نوري المنطقه كامله ان شاء الله. هانتوما هاد الديور اللي قلت لكم، ها هما جايين بحال الشكل ديال الفيلا، في عرفتي من الداخل كي دايرين. انا داخله ليهم دار بدار، لان هادوك الناس اللي كانوا ساكنين هنا بناتهم كانوا كيقراو معانا ولادهم، كنا زعما صحاب هكا، فك كنجيو لعندهم كيجيو لعندنا. كنت داخله لهاد الديور هادو كاملين، وكان الماء كان كيطلع لهم من عين الوالي، راه الشاطو فينا هو غنطلعوا ليه من تما، مدوزين لهم الماء كامل هاد البلايص هادو. طبيعي صافي رجعي. لا قال لي عندك طيحي، لو بقيتي متبعاها هابطه هابطه راه غتزلقي طيحي، ويقول قال لها راكي رابطها جريها غير بداك السلك. دابا رحنا وصلنا للشاطو اللي كيطلع الماء من العين الوالي. شتو كي كيجي المنظر من الفوق عالي بزاف، راه الماء د العين والواد ملاقين. هذا هو الشاطو اللي كيطلع الماء من العين، وكان انا نوريكم منين كيهبط، كان شلال كيهبط من هنا حتى الواد شلال، الماء كان الماء كيهبط من هنا حتى الشلال كيطلع من العين لهذا الداخل. تحيدوا دوك الماتر صافي، غير خرجنا من هنا وداك الشيء تخرب كل شيء. ها انت دابا ما كيطلعش الماء هذا؟ لا كانت هاد البلاصة، هانتي هاد الكوادس هادو كيهبط منهم الماء من هنا، ويهبط على من هنا على الخروف، ويوصل حتى للعين حتى للواد، كيجي شلال كبير كثر من ديال الصفرو ولا هذاك الشلال ديال الاسود بحال هكاك. والله الا كان يا كاز يا سميت ني كان من هنا كيهبط، اقسم بالله الا كان انا عمت فيه هنا كنعوم، كنقير كنعوم هنايا في هاد القوادس هادو، اقسم بالله الا كان كيهبط من هنايا وكيهبط من هنا حتى للواد. وسول نبيل ولا سول الوالده ديالك، حيت حنا حدا دارنا راني عاقله.
كيطلع الماء من هنا العين. شتوها نتوما من كيطلع هاد القوات هاد، دابا راه تحيدو راه هو طار، وهادو طارو كيطلع من العين، راه العين راه وصلوا ليه الدراري. شتي هاديك هداك الدار هاديك ودوك القوادس، من تما كان كيطلع الماء وكيوصل حتى لهنا ويدوز لهاد الشاطو كيهبط عاوتاني من هاد الجبل هذا لتحت، وكانوا مدوزين الماء للديور ديال هادوك اللي قلت لكم اللي فين كانوا ساكنين هادوك الموظفين. شفتوا على منظر زوين. وهنا هاد البلاصه هادي هي اللي كانت فيها السقايه، كنا كنسقيو منها، وراه حنا ما يكفيناش الوقت باش نطلعوا، راه كاينه الدار ديالنا الفوق هنايا مور داك الشانطي اللي كانت دارنا ما بقاتش. هادو هنا كانوا التوتات هنايا، كانوا كبارين بزاف، كانوا هنايا شي خمسة كانوا تما حدا السقايه كما كتشوفوا داك الجدع راه تما. هادي كانت السقايه نديكم ليها، هادي هي السقايه. هنايا كانوا كيوقفوا الحمير، هنايا كانت السقايه، كانوا جوج روبينيات هنا. ايوا هنايا كانوا كيشربوا البهايم والكسيبه. مهم هنا كانوا جوج شجرات كبارين بزاف هنايا، شوفوا الجذع ديال، كانت وحده هنا وكانت وحده هنايا، عرفتي قداش راه واصلين حتى للشانطي يعني بالاغصان ديالها. وصافي هنايا كنت كنهبط غير من ليها، دارنا غير في داك الكرياج راه فين كاين موراها، كنا تما ساكنين وكنت كنهبط كنسقي من هنا، مره على يديا كنطلع من هنايا بالبواده، ومره كنجيب الحمار. واحد المره كنشرى الوالد ديالي شرى، اصبر نقلب الكاميرا باش نهضر معاك. كما قلت لكم هذه هي كنشرى الوالد ديالي الحماره، ماشي الحماره البردعه، كانت جديده وهابطه كانت بوزة على البنات والدراري. وفاش وصلت هنا للسقايه هذيك الحماره ركلات وطيحتني في الغيش وما غسلتش، ما رضيتش، طلعت عند امي هكاك، امي ما عرفتنيش وعطتني قتلها هاد العصا. ايوا هابطه نبان على الدراري ديال الدوار والبنات، ايوا صدقت طايحه في الغيش. راه لبنى مورايا. ايوا حنا كنتسارى هنا، كان شجر بزاف جنب الشانطي، كيني مسكين يباس انتو هاي وحده كبسات تقطعات، كان شجر هنا بزاف.